أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الزراعة. اليوم نتعلم نزرع الفلفل الأخضر أو الفليفلة الخضراء. طبعا هي بتكون لونها خضراء بعدين بتتحول للون الأحمر، ورح نتعلم كيف رح تزرعوا البذر تبعها مباشرة بعد ما تصير لونها خضراء. طريقة كتير حلوة، خليكم معي لآخر الفيديو. وفي عنا هون الفليفلة تبع الزينة، بس يبدو لأنه برد ما عم تقدر تكبر الفليفلاية، عم تزهر وتضل صغيرة. كمان منظرها كتير حلو. مثل ما بتعرفوا احنا كتير صورنا عن الفليفلة الزينة يلي هي هاي، وقت تلاقوا هيك الورق تبعها معناتها في دودة عم تاكل الورق او الحلزون. المفروض انه تدوروا على الحلزون اللي بتاكل الورق وتبعدوه عن النباتات، او اذا في دودة كمان لازم تتبعد عن الزرع لحتى ما تاكل الورق الاخضر. وهلا رح نبدا مع بعض ونشوف كيف طريقه زراعه الفليفله الخضراء. بدنا نشوف الفرع الثاني بلشوا نمو الازهار فيها. بدنا ننتظر فتره لحتى نشوف شو بده يفتح منه. وهلا بعد اسبوع شوفوا كبرت حبه الفليفله قد ايه صارت كبيره ولونها لامع ومقزقزه، مو مثل اللي بنشتريهم بالسوق وهيك دبلانين ولونه ناشف. طبعا كل شيء بتزرعوه بالبيت رح يكون له فائده اكبر، خاصه لما بتعرفوا نوع المي اللي انتم عم تسقوا النبات فيها. هلا بدنا نعمل جوله نشوف الباقي الازهار اذا في منهم بلشوا يعملوا فليفله صغيره. نشوف هون شايفين هالمنظر قد ايه رائع، عن جد كتير حلو منظر الفليفله، خاصة لما بيكون لونه اخضر وبعدين بيتغير. بدنا ننتظر فترة كمان نرجع نصور حتى نشوف النموات الجديدة كيف بدها تصير. شوفوا قد ايه كبرت حبة الفليفلة، شوفوا قد ايه صار قدها ولسه عم يطلع صغار. كتير بتنبسطوا اذا زرعتوا فليفلة لانه انتاجها كبير وبتحمل كتير. هيك وهي تمام بيطلع هيك الخضار تبعها قوي وبيطلع إلى لمعة، بحسوها لامعة كتير حلوة. هلا رح نشوف النوع الثاني من الفليفلة اللي هو هاد. شوفوا قديش فيها أزهار، كله هذا مزهر وبلش من هون يطلع نمو. شايفين هاي الفليفلة الحمراء تبع الزينة. هلا رح نستنى، وهلا نحن بالشهر الأخير من السنة والفليفلة هذا وقت الإنتاج تبعها. أنا حاططها على السطح، بتمنى دائما تزرعوا. وهلا أحمرت كلها، شوفوا قد حلوة ولونها لامع ولسه في صغار عم يطلعوا. في وحدة هون قريبا بدها تحمر، ما عم بقدر اصورها ليك هون، كتير حلوة. وبهذا الوقت رحنا هلا بالشهر الاول من السنة، بهذا الوقت بكون الفليفلة كتير كتير غالية، نستفاد من احنا زارعينهم على السطح او على البلكونة. هاي الفليفلة كتير حلوة كتير كيوت وصار لونها احمر
وطبعا مشنا الاطفال لو كان عندنا محصول اكثر كنا رجعنا لكم لكل متابعين من هاي الفليف. يا بدنا نعطي كل المتابعين فليف. ايه وهلا راح اطفى. طفيها بالعكس. اطفيت. كتير حلوة. كتير كيوت. وهلأ بدي دوقة. ايه وانتبهي ما تكون حدة. حدة. يلا طلعت الشمس دوقيها لشوف بسرعة. بسم الله. شو طيبة؟ مقرمشة. حلوة. ألف صحة. وبالصيف شو بدنا نعمل بالبزر؟ ناخد البزر هدول هيك شكلهم هيك ما قدرت يعني طلع كتير ومنرشهم هيك بقلب الطيب. طلعيهم كلهم الصيا وطلعيهم كلهم. يلا شايفين قد كتار؟ بيطلعوا كتير افرع من الفليفلة الحلوة. يلا فرطيهم بالتربة وهلا بنحط لهم تراب وبننتظر لحتى ينبتوا ويرجع يطلع فليفلة. مزبوط. على فكرة هاي الفليفلة قبل ما تطلع كان لونها أخضر. صح. وبعد ما منحط التربة ومنغطي فيها كل البزر رح نسقيها بشوية ماي. هي طريقة الزراعة. ممكن تزرعوهم بأي شهر حتى لو كان الشهر الثاني من أوله يعني وبيضلوا بقلب التربة البزرات والتربة بتحافظ عليهم لحين يصير وقت الإنبات تبعهم بالصيف. هي طريقة زراعة الفليفلة الخضراء. هم كلهم مطابع لكم نورناها كلها. أكلناها. لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب وباي.